أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد سمعنا منكم في درس البارحة أنه يفسد الدنيا أربعة، وذكرتم نصف متكلم. السؤال: وش المراد، أو ما هو المراد بنصف المتكلم؟ سبحان الله، نصف المتكلم اللي يستعمل علم الكلام وهو ما يتقنه، يستعمل الجدل، علم الجدل وهو ما يتقنه، هذا اللي يفسد العقيدة. ما هو بالمتكلم الكلام العادي، لا، المتكلم اللي يجادل بعلم الكلام والمنطق وهو ما يحسن. نعم.